يحكى أنه كان هناك قلم رصاص محطوط لوحده على رف في دولاب في مكتبة فيها أقلام ملونة وجميلة. كان دايماً بيسأل نفسه، يا ترى ليه أنا الأطفال مش بتختار تبقى معايا؟ يمكن عشان أنا لوني أسود وحش، مع إن أنا والله خطي حلو. يمكن الناس صدقت إن أنا أي كلام عشان كده ادوني لقب خيبان. يمكن. المهم في يوم من الأيام جت بنوتة بعد ما عدت على كل الأقلام رجعت وقفت قصاد خيبان وقالت لباباها إنها مش عايزة أي حاجة غيره معاها. البنوتة كان اسمها ندى، أول ما روحت خدته وقالت له أنا اسمي ندى، عندي 6 سنين، أنا نفسي أحقق حاجات كتير قوي لما أكبر. أقول لك على سر، أنت عارف أنا اخترتك ليه؟ أصل أنت شبهي، أنا نفسي لما أكبر أبقى دكتورة وأثر في الناس وأبقى مشهورة، بس أنا الناس دايما بتقولي أني مش هقدر عشان أنا بنت ضعيفة وهادية ومكسوفة، يا ترى هقدر أحقق حلمي؟ أنا اسمي ندى رأفت، دكتورة أسنان. والله أنا شغفي في الجراحة خلاني أتخصص في تخصص دقيق قوي اسمه جراحة وجه وفكين. ندى أنت بتهزري؟ دكتورة وأسنان؟ يا بنتي أنت ضعيفة، أنت نسيتي الناس كانت بتقول عليكي إيه؟ لا لا مش هتقدري تخلعي دروس، أنت ضعيفة قوي. لا 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 انا مش هخلع دروس، لا لا انا مش هقدر، انا مش هقدر. هي الناس كانت بتقول عليا ايه؟ ضعيفه ضعيفه ضعيفه، افتكرت ضعيفه. طيب سيبنا من الطب، انا طول عمري نفسي اطلع على مسرح كبير واتكلم مع الناس واثر فيهم بطريقه ايجابيه. ندى انت اتجننتي؟ مسرح كبير ايه وايجابيه ايه بس؟ يا بنتي انت موتي اساسا بتعرفي تتعاملي مع بني ادمين؟ انت بتتكسفي من خيالك. لا لا مسرح كبير ايه؟ لا لا مفيش مسرح كبير ولا حاجه. لا لا خلاص، هي الناس كانت بتقول ايه؟ هي الناس كانت بتقول عليا ايه؟ انا مش سامعه الناس كانت بتقول عليا ايه؟ ها وايه كمان؟ شكرا. في حد هنا من وهو صغير كان بيتقال له كلمة بسببها شك إن هو ممكن لما يكبر يقدر يحقق أحلامه؟ حلو قوي. أصلاً الحلم عشان يتحول لحقيقة لازم يعدي على نظام البرمجة في مخنا. طب يا ترى نظام البرمجة ده بيشتغل إزاي؟ يعني المدخلات اللي بتدخل عليه حقيقية ولا لأ؟ يا ترى معتقداتنا عن نفسنا أصلاً بتبتدي إمتى وإزاي؟ بروس ليبتون مؤلف وعالم أحياء بيقول إن في خلال السنوات الست الأولى من حياتنا مخنا بيبقى في حالة عاملة زي حالة التنويم المغناطيسي، فبنستوعب وبنسجل وبنصدق أي حاجة بتتقلنا من المحيط اللي احنا عايشين فيه، كأننا بالظبط بنكتب الكلام ده على ستيكرز ونلزقه علينا ونفضل محتفظين بيه طول حياتنا ونتعامل على أساسه كمان. طب يا ترى الستيكر ده عبارة عن إيه؟ الستيكر ده عبارة عن ليبل أو وصمة، ووصمة في علم النفس هو تشوه معرفي اتكلم عليها كتير قوي من علماء النفس والاجتماع وكان أشهرهم جوفمان اللي عرفها بأنها الوصمة هي إلصاق مسميات غير مرغوب بيها للفرد من جانب الآخرين تحرمه من التقبل الاجتماعي. بمعنى تاني إن ممكن فعلا
يبقى فيك صفة أنت مش حبيبها، بس أنا هحط لك عليها شروط، هحجمك، هحطك في صندوق ما ينفعش تطلع منه أبدا، زي بالظبط القلم اللي ندى اشتريته عشان كان مش ملون فتحط لوحده على الرف. كام هنا واحد قاعد اتقاله من وهو صغير انت كذا، انت عمرك ما هتفلح في حاجة بسبب ان انت ممكن تكون متسرع عصبي؟ ايوه في ناس هناك بترفع ايديها، ايوه حلو قوي. العصبي ممكن يطلع طاقة الغضب اللي جواه في ممارسة اي نشاط رياضي او اي نشاط تاني هو بيحبه. انت متسرع عمرك ما هتعرف تاخد قرار صح في حياتك. لو قلت كده الواحد متسرع هيخاف اصلا ياخد المسؤولية دي، عمره ما هيفكر ان هو ياخد قرار في حياته، مع انه هو ممكن يجرب بتسرعه، يجرب ويغلط ويجرب ويغلط ويجرب ويغلط لغاية ما يتعلم من الغلط بتاعه، بعد كده هيعرف ايه القرار الانسب ليه. في تعريف تاني لنظرية الوصمة بيقول الوصمة هي لقب بيؤثر على هوية الفرد وسلوكه مع الميل لنبوءات ذاتية التحقق. التعريف ده لعالم اسمه هوارد بيكر، بمعنى تاني ان انا هحط عليك ستيكر بس هقولك ان في بعض الصفات اللي في طبيعتك اصلا هي عوائق ان انت تحقق احلامك. انت ولد، انت قوي، بس يا ولد هو في رجاله بتعيط؟ مع ان لغايه دلوقتي محدش عارف مين صاحب القاعده اللي بتقول ما ينفعش رجاله تعيط. انت بنت، انت ضعيفه، هو في بنت يعني هتقدر تخلع دروس؟ مع ان خلع الدروس ده مش محتاج عضلات ولا حاجه، دي اليات انت ممكن تتعلمها وبعد ما تتعلمها تتقنها. انت انطوائي، حتى لو حابب تقدم اذاعه مدرسيه عمرك ما هتعمل كده، مع ان انت ممكن تتمرن مره واثنين وثلاثه لغايه ما تعمل ده وبتفوق كمان. ببساطه شديده الفرق بين الاثنين، ممكن فعلا يكون في صفه انت مش حاببها في نفسك، بس الصفه دي مش ستيكر ثابت عليك طول عمرك، ده ستيكر تقدر تشيله وتحط غيره زي ما انت عايز. وممكن يكون الستيكر ده بسبب توقعات الناس ليك. وبما ان احنا اتكلمنا على التوقعات فخليني احكي لكم تجربه اتعملت سنه 1968 لعالم نفس واجتماع اسمه رودنسل. رودنسل راح مدرسه واتكلم مع مديره المدرسه اللي هناك اللي كان اسمها جايكوبسون. اتفقوا ان هم هيروحوا المدرسه ويختاروا فصل متفوقين، تمام، ويدخلوا للطلبه ويتفقوا معاهم ان هم هيشرحوا لهم موضوع وبعد كده هيقيموهم بامتحان. عاده الطلبه اللي في الفصل دول كانوا لما بيتشرح لهم الموضوع بيروحوا البيت وبيذاكروه، في منهم اللي بياخد مده المذاكره ساعه، في منهم اللي ساعتين، في منهم اللي اكتر. بس في التجربه بعد ما شرحوا الموضوع كان في حاجه مختلفه، عملوا لهم الامتحان نهايه الحصه. وبما ان احنا متفقين ان الطلبه دول كلهم متفوقين فكان في تفاوت في الدرجات بس ما كانش في تفاوت جامد قوي. رودنسل فكر ان هو يختار بطريقه عشوائيه جدا خمس طلاب من اللي كانت درجاتهم اقل ويقول لهم انتوا سلو ليرنرز، لزق عليهم ستيكر بيقول انا مش متوقع منكم ان انتوا تقدموا احسن من كده عشان انتوا قدره استيعابكم بطيئه جدا. وفي نفس الوقت قعد يمدح بقيه الطلبه ويقول لهم انتوا جامدين جدا، انا متوقع منكم نجاح باهر، وعملهم امتحان تاني. بس المره دي النتيجه كانت مختلفه تماما، الخمس طلاب درجاتهم قلت قوي وبقيه الطلبه درجاتهم زادت قوي. رودنسل وجايكوبسون بعد التجربه دي طلعوا بحاجه اسمها بيجماليون ايفكت بتتكلم على التوقعات، وهي people are influenced by the expectations built upon them، بمعنى تاني ان الناس بتتاثر بتوقعات المجتمع اللي هي عايشه فيه. وكان التوقعات ده سلاح ذو حدين، يا اما يبني ويعلي يا اما يهدم جامد. الحل ايه في الستيكرز دي؟ اول حاجه، ايوه في حد بيقول هنا حاجه نشيلها، وايه كمان؟ في حد عنده راي تاني؟ ها ايه؟ اوكي تمام، برافو عليك. مين تاني عنده راي تاني؟ اوكي تمام.
في حد عنده؟ تمام، متشكره جدا لحضرتك. في حد تاني عنده حاجه عايز يقولها؟ اوكي شكرا. ايه كمان؟ ايوه قول. برافو عليك. طيب، اول حاجه رجاء خاص مني لكل ولي امر، لكل معلم ومعلمه، لكل مدير مدرسه او رئيس في الشغل، لو انت شايف فعلا ان ابنك او بنتك او المرؤوسين منك محتاجين مساعده، فمن فضلك قرب لهم، افهمهم واتكلم معاهم من غير ما تلزق عليهم ستيكر يعجزهم ويعيشوا بيه طول حياتهم. خليك فاكر حاجه واحده بس، ان التقدير على الحاجات الايجابيه هي مفتاح السر بينك وبين اي شخص بتتعامل معاه. التشجيع الحقيقي بيبقى عامل زي حاجه كده سحريه، زي عصايه سحريه بالظبط، تقدر من خلالها ان انت تبني ثقه، وبعد كده تقدر تنصح اي حد ان هو يغير من اي حاجه انت شايفها ان هي محتاجه تعديل. طيب، لو انت بقى الشخص اللي بيتعمل لك ليبلنج او بيتحط عليك الاستيكر، فوالله في حاجتين. اول حاجه، اقف مع نفسك لو حاسس ان الاستيكر اللي بيتلزق عليك ده فعلا حقيقي. دور مره واثنين وثلاثه واستشير ازاي تغير الاستيكر ده لاستيكر افضل تاني. انما لو كان الاستيكر ده بسبب توقعات الناس السلبيه ليك، فمن فضلك حول تركيزك من توقعات الناس السلبيه لاماكن القوه اللي عندك. اماكن القوه اللي عندك دي هي اللي هتخليك تفهم وتحس ان الحياه ليها معنى وهدف، معنى وهدف احنا عايشين عشانه. خليك فاكر انك مش مجرد قلم رصاص محطوط على رف مستني حد يختاره عشان يحس بقيمته. انا وانتم بني ادمين، ربنا كرمنا وخلق لنا روح وعقل وإرادة، احنا مش جماد. عندي طلب اخير، كل واحد منكم معاه كراسة فاضية صح؟ دوروا كده، دوروا معاكم. هطلب منكم ان انتوا تجيبوا اي ورقة بيضة وتكتبوا اكتر ليبل كان بيحسسكم ان انتوا مش هتقدروا تعملوا ده، مش هتقدروا تحققوا ده، مش هتفلحوا في ان انتوا تعملوا حاجه معينه، اكتر ليبل كان بيضايقكم. وانا هبتدي بنفسي. لما تخلصوا قولوا لي. خلصتوا؟ كله خلص؟ كله يرفع ايده. خلصتوا؟ طيب، ندى اللي كان عندها 6 سنين كان بيتعمل لها ليبنج، كان بيتلزق عليها ستيكرز كتير لغايه ما صدقتها وكبرت وابتدت تتصرف على اساسها كمان. كانت بتترعش وتتلجلج لما تتكلم قصاد مجموعه صغيره من الناس، لغاية ما درست وفهمت إن تحويل أي حلم الحقيقة حتى لو كان كبير، زي وقفتي على المسرح النهاردة قصادكم، مسرح كبير زي تيدكس، مش محتاج بعد المحاولة مرة واثنين وثلاثة غير حاجة واحدة بس. متهيألي دلوقتي كلكم عارفين هتعملوا ايه بالورق اللي انتوا كتبتوه. شكراً.